الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم شرح عمدة الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فينبغي لطالب العلم ألا ينقطع عن طلب العلم مطلقا لانقطاع الدروس، لأن هذه الدروس إنما هي عبارة عن جملة مفاتيح يتعرف بها طالب العلم على بدايات العلوم فقط، وليس بالضرورة أن ينقطع طالب العلم عن طلب العلم وعن التحقيق وعن القراءة بمجرد انقطاع درس شيخه، فإن هذا طالب بليد كسول الذي ينقطع طلبه للعلم وحفظه للمسائل ونظره في الكتب وتحقيقه مسائل الشريعة بانقطاع درس الشيخ، هذا طالب بليد، هذا طالب فاتر، بل ينبغي أن يجعل فترة انقطاع الدروس فترة كثرة التحقيق ومراجعة العلم ومراجعة المحفوظات والنظر في الكتب وجرد المطولات، فلا يجعلها إجازة، فإن طالب العلم لا ينبغي أن يعطي نفسه إجازة عن النظر في العلم والازدياد من هذا الهدي والمعين الصافي. ولذلك يتمايز طلبة العلم بحسب اجتهادهم في أنفسهم، وأما بحضور الدروس فإن طلبة العلم لا يتميزون كثيرا، ولكن بالمراجعة الذاتية والقراءة الذاتية ونثر المكتبة وجرد المطولات وكثرة الاطلاع وترتيب المسائل وقوة المحفوظ هو الذي يتميز به الطالب. ربما تجد طالبين يحضران في حلقة شيخ في درس واحد ويستمعان معلومات واحدة، ولكن يتفوق أحدهما ويراوح أحدهما في مكانه. لما؟ لأن الذي تفوق لم يكتفي بما يسمعه من الشيخ ولم يكتفي بدرس الشيخ، بل كانت له جهود ذاتية فيما بينه وبين نفسه في مكتبته، ولذلك هذا هو الذي يجعل الطلبة يتميزون، ليس بمجرد حضور درس ثم يلقى كتابه في مؤخرة السيارة إلى الدرس القادم، هذا ما يجعل طالب العلم يتخرج طالب علم راسخ. إذن لابد من أن يجعل طالب العلم لنفسه مع مكتبته جدولا يقرأ فيها الكتب ويرتب فيها المطالعة ويحفظ فيها المتون ويحفظ فيها كلام أهل العلم ويلخص فيها المطولات ويدمن إدمانا عظيما في النظر وطول النفس في تحقيق المسألة، هذا هو الذي يجعل طلبة العلم يتميزون. المتميزون في العالم الإسلامي من طلبة العلم ليس هم الذين حضروا دروس المشايخ فقط ولم يتميزوا بالعلم الذي اكتسبوه من دروس مشايخهم فقط، لا، لو نظرت إلى حقيقة التميز لوجدت أن أول أسبابه بعد توفيق الله وفضله عز وجل هو ذلك الجهد الذي تميزوا به عن غيرهم من طلبة العلم من حضر هذا الدرس. فأنا أهيب بكم أيها الإخوان ألا تجعلوا انقطاع الدروس، هذا الانقطاع الطويل، سبباً لانقطاعكم عن طلب العلم. متى ستحصل المسائل ومتى ستنظر فيه ومتى ستكون يعني راسخاً في العلم إذا انقطعت عن طلب العلم 3 أشهر أو 4 أشهر بسبب انقطاع درس الشيخ؟ لا، إن حصل درس الشيخ فهو مغنم، وإن فات درس الشيخ فليس في فواته مغرم. هل فهمتم مقصودي؟ ثم أوصيكم أيها الإخوان أن تطرقوا العلم ببوابته العظمى، أعظم بوابة يطرقها طالب العلم بوابة الالتجاء لله عز وجل والانطراح بين يدي الله عز وجل أن يفتح له أبواب العلم. لا تنسوا الله عز وجل يا طلبة العلم، لا تنسوا الله عز وجل، تذكروا الله عز وجل دائما، واعلموا أن العلم يواجه الإنسان فيه عقبات ومشاكل وصعوبات، فإذا لم يذللها الله عز وجل لك فإنك سوف تنقطع عن طلب العلم. فلا تنسوا هذه البوابة العظمى التي بها تفوق كثير من العلماء، فإن كثيرا من أهل العلم لم يصل إلى هذه الدرجة إلا بكثرة الدعاء والالتجاء والانتراح بين يدي الله عز وجل. إياكم يا طلبة العلم أن تغرنكم وفرة الأسباب في طلب العلم، فلا يغرنك حفظك ولا كثرة كتب في مكتبتك ولا كثرة دروس تحضرها ولا يغرنك كثرة قراءة تقرأها
ولا يغرنك حظوتك عند كثير من العلماء والمشائخ وقربك من قلوبهم إذا كنت بعيداً عن الله عز وجل، كل ذلك لا ينفع. فانطرح بين يدي الله عز وجل، والهج دائماً بدعائه والثناء عليه أن يفتح قلبك للعلم، وأن يشرح صدرك، وأن يجعلك من العلماء الراسخين، وأن يزيدك حفظاً. فإن الله إذا علم من قلبك الصدق والإخلاص فتح لك أبواب العلم، وصار زمن الطلب القليل في حقك يساوي أزماناً طويلة في حق غيرك ممن لم يلتجئ إلى الله. فإذا فتح الله عليك العلم فمتن واحد يكفيك، وكتاب واحد يكفيك، وعالم واحد يكفيك، وسماع المسألة مرة واحدة يكفيك، لكن بفتح الله بفتوحات الله عز وجل. وإننا لنرى أناسا لا يقصرهم كثرة حضور للمشايخ، ولا يقصرهم كثرة يعني قلة كتب، ولا يقصرهم يعني ولا وليست الكتب في مكتبتهم قليلة، ولا يقصرهم مطالعة، ولكن إلى الآن لم ينتفع الناس بعلمهم، ولم ينتفعوا هم أصلا بعلمهم، لأن الله سحب بساط التوفيق من تحت أقدامهم. فإذن التوفيق هذا هو بوابة العلم الكبرى، فلا بد أن يطلب بكثرة الدعاء وكثرة الالتجاء إلى الله عز وجل. ولذلك ثبت عن بعض السلف أنه كان يكثر الشرب من ماء زمزم ويدعو الله عز وجل أن يفتح له العلم، وبعضهم كان يدعو بالعلم في الملتزم بين الباب والحجر الأسود، كان يدعو الله عز وجل بالعلم، وبعضهم كان يكثر من دعاء العلم في سجوده حتى فتح الله لهم أبواب العلم، بل حتى صار العلم حتى صاروا يلهمون العلم إلهاما في منامهم إذا أشكلت عليهم مسألة، ربما تشكل عليه المسألة وينام ضائق الصدر فيرى في منامه حلا لهذه المسألة بسبب ماذا؟ بسبب انطراحه بين يدي الله عز وجل. فلا تلتفت القلوب إلى وفرة الأسباب وكثرة الكتب والدروس ووفرة المشايخ والعلماء، كل ذلك لا يغني عن الطالب شيئا إذا سحب الله بساط التوفيق من تحت قدمه. فارتبطوا بالله، فلنرتبط بالله دائما مع الله، لنكن دائما مع الله في كل سكناتنا وفي كل لحظاتنا، ونستخير الله عز وجل في كل دقيقة وجليلة، ونظهر الافتقار إلى الله عز وجل في كل أمر حتى مع وفرة الأسباب. ولذلك يروى عن بعض السلف أنه قال: ادعوا الله بما لا تقدر عليه مرة وبما تقدر عليه عشرة. قالوا لماذا؟ سألوا قالوا لماذا؟ قال: لأنك إذا دعوت الله في الأمر الذي لا تقدر عليه فقلبك منكسر لعدم وجود الأسباب، فانكسار القلب كافي في تحقق الاستجابة ولو مرة واحدة، لأن القلب ما التفت الأسباب لعدم القدرة، ما عندك أسباب تقدر تحصل هذا المطلوب إلا الله، فحينئذ انقطاع قلبك عن النظر إلى الأسباب يجعل القلب متعلقا بالله، فدعوة مرة واحدة تكفي. لكن إذا كانت الأسباب متوفرة فإنك وإن دعوت الله فقلبك فيه تعلق بماذا؟ بهذه الأسباب، فتحتاج إلى التكرار حتى يستجيب الله عز وجل لك. فحتى لو توفرت لك الأسباب لا تنظر إليها ولا تعلق قلبك بها، فإنها لا تترتب عليها أثارها إلا بإرادة من؟ إلا بتوفيق الله عز وجل وفضله، إلا بتوفيق الله عز وجل وفضله. هذا طالب علم يجلس في حلقات العلماء 30 سنة ومع ذلك ليس له درس واحد ولا مؤلف واحد، ولم يهتدي على يديه طالب علم واحد، ولم يتخرج على يديه طالب علم واحد، بينما هذا الرجل لم يكثر الحضور، ولم يكثر الاطلاع، ولم يكثر القراءة، ولم يكثر حفظ المتون، إلا أن الله قد نفع بعلمه في مشارق الأرض ومغاربها. العلة ماذا؟ حسب نسب المال البياض الطول الضخامة؟ لا، توفيق الله عز وجل، التوفيق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أن العلم الذي اكتسبه علم يوحى وحي يوحى إليه، ومع ذلك يؤمر في القرآن بقوله: وقل ربي زدني علما. مهما عظم علمك يا طالب العلم لا تزال أنت ذلك الطالب المفتقر إلى الله أن يفتح لك أبواب العلم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي بالعلم الذي عنده وقال خلاص أنا عندي علم، لا، يؤذي: وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. والمقصود أن انقطاع الدروس لا ينبغي أن يكون مسوغا لطالب العلم أن يلقي كتابه في مؤخرة السيارة، وأن يغلق مذكرته، وأن يلقي دفتره في غرفة نومه، وأن يغلق باب مكتبته بحجة أن الدرس قد انقطع، فينقطع بانقطاعه القراءة، وينقطع بانقطاعه الحفظ، وينقطع بانقطاعه الاطلاع والتلخيص. هذا طالب علم؟ هذا لعب، هذا مو طالب علم، ولا يكون طالب علم في يوم من الأيام إلا بالجد والاجتهاد. ثم نعود فنقول:
لقد ختمنا ولله الحمد والمنة باب صلاة الكسوف والكلام عليه، ونبدأ اليوم إن شاء الله في باب جديد من أبواب هذا الكتاب الطيب المبارك، وهو باب صلاة الاستسقاء، وهو مشتمل على حديثين: حديث عبد الله بن زيد وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. فلعل الأستاذ فهد يتحفنا بقراءة الحديث الأول. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وارفع درجاته في عليين، ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عاصم المازني قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. الكلام على هذه الترجمة وعلى الحديث الذي أخرجه المصنف تحتها في جمل من المسائل. المسألة الأولى: عرف العلماء الاستسقاء بأنه استفعال من طلب السقيا، وعندنا قاعدة في اللغة العربية تقول إن الألف والسين والتاء إذا دخلت على فعل الماضي وعلى المصدر أفادته الطلب. فإذا قلت كوى هذا فعل ماضي، إذا أردت أن تطلبه قل استكوى. فإذا متى ما أدخلت الألف والسين والتاء على المصدر أو على الفعل الماضي فإنه ينقلب معناه إلى الطلب. دعا استدعى، سقى استسقى، صحى استصحى. فإذا الاستسقاء هو طلب السقيا، هو طلب السقيا. وقد أجمع علماء الإسلام على أن طلب السقيا لا يكون إلا من الله عز وجل، لأن نزول الغيث من السماء من الأفعال التي لا يستطيعها البشر، وإنما هو من الأفعال التي لا يفعلها إلا الله عز وجل، فهو من خصائص الرب عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، الآية. فلا يجوز طلب السقيا لا من ملك مقرب، ولا من نبي مرسل، ولا من ولي صالح، ولا من شجر، ولا من حجر، ولا من غيرهم، وإنما لا تطلب إلا من الله عز وجل. فعباد القبور إذا أجدبت عندهم الأرض وحلت عليهم الكروب والمصائب والعلل ودهمتهم الدهائم والقلاقل فإنهم يستغيثون بمن؟ بالمعظمين عندهم، فيلتجئون إلى قبورهم ويستسقونهم ويستغيثون بهم. هذا شرك بإجماع العلماء، بإجماع المسلمين من الشرك. فمن دعا غير الله حيا أو ميتا، فمن دعا غير الله سواء دعا حيا أو ميتا في أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فإنه قد أشرك المدعو مع الله عز وجل. فإذا السقيا لا تطلب إلا من الله. فإن قلت: وكيف تقول بأن السقيا لا تطلب من الله وقد طلبها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد طلبها الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك طلبوها من العباس، وطلبها معاوية رضي الله عنه من يزيد بن الأسود، فقد كانوا يرجون الاستسقاء عند هؤلاء. الجواب: إنهم لا يطلبون أن يغيثهم هؤلاء، وإنما يجعلونهم وسائل ووسائط في الدعاء فقط، فهم لصلاحهم وقربهم من الله عز وجل وغلبة الظن باستجابة الله عز وجل لهم يقدمونهم في الدعاء في الاستسقاء. فقول عمر رضي الله عنه: إنا كنا نستسقي بنبيك لا نطلب السقيا منه، فإنه عبد مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله عز وجل، ولا يملك مفاتيح السماء ولا مجاديحها، ولكنهم يقصدون أننا نطلب منه أن يدعو لنا الله بأن يسقينا. وكذلك قوله: وإنا نستسقي بالعباس، أيضا نطلب منه أن يدعو. فالاستسقاء هنا معناه طلب الدعاء من هؤلاء الصالحين، كما سيأتي تفصيله وبيانه إن شاء الله فيما بعد.
المسألة التي بعدها، فإن قلت وما أسباب طلب الاستسقاء، نقول لقد قرر العلماء أن أسبابه قحوط السماء وغور المياه في الأرض، فمتى ما قحطت السماء بمعنى تأخر قطرها أو غارت المياه في الأرض فإن المشروع بتأكد أن يطلب للناس أن يسألوا الله عز وجل وأن يستسقوه. فإذا هذه صلاة لها سبب وهو قحوط السماء وغور المياه في الأرض. قال الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا في الأرض لا تستطيعون استخراجه لا بوسائل حديثة ولا بغيرها، فمن يأتيكم بماء معين، أي قريب الشرب، أي قريب لتشربوه. فصلاة الاستسقاء صلاة لها سبب كصلاة الكسوف لها سبب، وبناء على ذلك فلا يجوز فعل صلاة الاستسقاء إلا إذا توفر سببها وتحقق. فإن قلت وهل يسوغ لأهل البلاد الذين ينزل عليهم المطر عادة أن يستسقوا لإخوانهم ممن قحطت أرضهم؟ لأن من البلاد من إذا أمر ولي الأمر بصلاة الاستسقاء قالوا نحن تنزل علينا الأمطار ولله الحمد والمنة، فلماذا نستسقي؟ أقول الجواب: لقد قرر الفقهاء مشروعية صلاة الاستسقاء حتى وإن كانت العادة جارية بنزول الأمطار، لأن دعاء المسلم لأخيه المسلم من جملة مقتضيات أخوة الدين والإيمان، فيدعون لإخوانهم من أصحاب من أهل الأراضي أو البلاد التي تأخر عنهم نزول المطر. فإن قلت وهل تشرع صلاة الاستسقاء قبل حلول موسم نزول الأمطار عادة؟ الجواب: إن قدرة الله ليست خاضعة لا لمواسم ولا لغيرها. فإذا ليس حلول موسم الأمطار عادة من عدم حلوله بمانع من طلب الاستسقاء إذا توفر سببها من تأخر الأمطار وقحوط السماء وغور المياه، فالله عز وجل يطلب في أي ويستسقى في أي موسم، ولا يعجز الله عز وجل أن ينزل الغيث في غير موسمه، كما أنه لا يعجزه ألا ينزله في موسمه، فالأمر كله عائد إلى قدرة الله عز وجل. فإن قلت وما الدليل على أن هذا السبب المذكور هو سبب صلاة الاستسقاء؟ فأقول: الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس، وسيأتي أن رجلاً دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فقوله فادعوا الله يغيثنا هذا طلب مقرون بالفاء بعيد وصف، فيكون الوصف هو علته، فعلة طلب السقيا هي انقطاع الأمطار وهلاك السبل وغوران المياه، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الطلب بهذا السبب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. وفي سنن أبي داود بسند جيد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فقال: أما بعد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عنكم. فاستسقى النبي عليه الصلاة والسلام لهذا السبب، هذا هو الدليل الدال على أن سبب صلاة الاستسقاء هو استئخار نزول المطر. مسألة: فإن قلت وما سبب تأخر الأمطار؟ فنقول إن السبب الأعظم في ذلك هو وجود الذنوب والمعاصي وكثرتها وتفشيها في المجتمعات،
وأفصل الأمر أكثر وأقول: إن لتأخر الأمطار سببين، سبب كوني وسبب حسي. السبب الكون عفوا سبب كوني وسبب شرعي، ونحن مأمورون عند تأخر الأمطار بالوقوف عند أسبابها الكونية أو الشرعية. الشرعية كما قلناه سابقا في صلاة الكسوف، فإن للكسوف تفسيرا كونيا وتفسيرا شرعيا، فلا ينبغي أن تنشغل قلوبنا بالتفسيرات الكونية عن النظر في التفسيرات الشرعية. فإذا تأخرت الأمطار فلتأخرها تفسيران، تفسير كوني وتفسير شرعي. تفسير كوني يعرفه أهل الكون، أهل الهيئة والفلك وأهل الحساب، ولكن ثمة تفسير شرعي لا يعلمه، قد يخفى عنهم ويعلمه علماء الشرع. فيجب على المسلم ألا ينشغل قلبه بالتفسيرات الكونية عن التفسيرات الشرعية. والأدلة فسرت تأخر الأمطار واستئخارها عن إبان زمانها بماذا؟ بالذنوب والمعاصي وعدم التقوى وتأخير التوبة وفشو هذه الموبقات في المجتمعات. فإن قلت: وما الدليل على ذلك؟ فقل: الدليل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا، يعني فأغلقنا هذه الأبواب وأمسكنا هذه البركات بسبب ماذا؟ بسبب وجود التكذيب وبسبب وجود عدم الإيمان والتقوى. وكذلك كان كثير من الأنبياء يأمر قومه بالاستغفار والتوبة، ويعلق على ذلك مجيء السماء مدرارا، كما قالها هود لقومه، كما قالها نوح لقومه وهود لقومه. فقال الله عز وجل عن هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. فيفهم من هذا أنكم إن لم تستغفروا من ذنوبكم ولم تتوبوا من موبقاتكم فإنه سيمسك السماء. وكذلك قال نوح لقومه: قال رب فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن. ثم ذكر منها قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهكت محارمه. باب انتقام الله عز وجل من خلقه متى؟ إذا انتهكت محارمه. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: وإن البهائم لتلعن عصاة بني آدم إذا تأخر القطر، تقول: منعنا القطر بمعاصي بني آدم، أو قالوا بشؤم معصية بني آدم، وهي لها أنفس تحتاج إلى المطر وتحتاج إلى الماء وتحتاج إلى برودة الجو. فابن آدم يفري في تلك الذنوب والمعاصي، وشؤم معصيته يغطي مجتمعه الذي يعيش فيه، نعوذ بالله من الذنوب والمعاصي. فإذا هذا أعظم أسبابها الشرعية التي نبهت عليها الأدلة. ولذلك اتفق الفقهاء فيما أعلم على استحباب تذكير الناس بالتوبة والخروج من المظالم وترك الذنوب والمعاصي قبل حضور مسجد، قبل حضور صلاة الاستسقاء. لما؟ حتى يحدثوا بين أيدي دعائهم توبة صادقة، فيكون ذلك أدعى لاستجابة الله عز وجل لمطلوبهم. وإنك لترى بأم عينك أن الإصرار على الذنوب والمعاصي وتفشيها في المجتمع وعدم إحداث التوبة يجعل الناس يذهبون إلى الاستسقاء مرات متعددة،
ويكررون ويلحون ولا يروا أثر الاستجابة، لأن الله عز وجل عنده سنة كونية لا يخلفها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهؤلاء يفعلون المعصية قبل الاستسقاء، ثم مباشرة بعد خروجهم من صلاة الاستسقاء يعاودونها، فالمجتمع لا يزال على الذنب، وأفراده لا يزالون يقارفون هذه المعاصي، لم يحدثوا توبة. فإذا لم تتغير حالهم فلن يغير الله عز وجل حالهم إلا استدراجا، انتبه، لن يغير الله حالهم إلا استدراجا. فإن قلت وكيف تقول أيها الرجل الطيب أن سبب قحوط السماء كثرة الذنوب والمعاصي، ونحن نرى بلاد الكفر على وثنيتهم وكفرهم وشركهم لا يزالون يرفلون في كثرة الأمطار التي ملوا منها وضاقت صدورهم منها، فهم يفرحون باليوم المشمس مع أنهم لا يعرفون صلاة ولا توحيدا ولا دينا، وهذه الأمطار لا تفارق رؤوسهم وتأتيهم في مواسمها، فربما أغرقتهم أيضا من كثرتها، فلا تزال بلادهم روضات غناء وأنهار جارية وأمطار نازلة. فنقول إن الله عز وجل يعطي عطاءين ويمنع منعين، يعطي عطاء ربوبية وعطاء ألوهية، ويمنع منع ربوبية ومنع ألوهية، والذي يخلط في الفرق بين هذين العطاءين وبين هذين المنعين فإنه سيكون في شك من أمره، كيف وهم كفار يسقون ونحن معاشر المسلمين لا نسقى. إذا علمت هذا فاعلم أن عطاء الربوبية يستوي فيه الكافر والمؤمن، فهو يعطي عطاء ربوبية الكفار كما يعطي المؤمنين، فربما يزيد الكافر عطاء ربوبية من باب استدراجه كما سيأتي. ولذلك الله عز وجل يعطي الكفار الولد ويعطي المؤمنين الولد، هذا عطاء ربوبية، ويعطي الكفار الصحة ويعطي المؤمنين الصحة، هذا عطاء ربوبية. بل ربما يمرض المسلم ولا يزال الكافر صحيحا، وربما يموت المسلم ولا يزال الكافر حيا، وربما يمشي المسلم على قدميه والكافر يرفل في أحسن سيارة، هذا عطاء ربوبية. فإذا لا يغرنك عطاء الربوبية، لما؟ للأمر الثاني، وهو أن عطاء الربوبية مع عدم الطاعة هو حقيقة الاستدراج، انتبه، أن عطاء الربوبية مع عدم الطاعة هو حقيقة الاستدراج. ولذلك عندي قاعدة احذر منها أن تكون فرعا من فروعها أنت، وهي أنك إذا رأيت الله يغدق عليك النعم وأنت لا تزال مقارفا للذنب والمعصية، اعلم أن الأمر فيه إيش الآن؟ استدراج، كما قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أغلقنا ولا فتحنا؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، إكراما لهم، إعزازا لهم، رفعة لشأنهم، الجواب لا، وإنما استدراج لهم. قال الله عز وجل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني سنأتيهم من الباب الذي غفلت قلوبهم عن مجيئنا من قبله، قال الله عز وجل أيحسبون، أي الذين كفروا، أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، وقد أعطى الله عز وجل أعداءه من الكفرة عطاء ربوبية ما لم يعطه عباده المؤمنين، فقد أعطى قارون ما لم يعطه النبي الذي أرسل إليه وهو موسى، وأعطى أبا لهب وأبا جهل والوليد بن المغيرة ما لم يعطي النبي الذي أرسل إليهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تغرنكم تلك العطاءات لأنها عطاءات استدراج، أو تريد أن تكون مثلهم؟ يعطيك الله عز وجل عطاء استدراج؟ فتقول طيب
نحن منعنا، نقول إن منع الله عز وجل القطر عن عباده المؤمنين إنما هو منع ألوهية لا منع ربوبية. منع ألوهية يعني منعا يراد من ورائه أن يتذكر ماذا؟ أن يتذكر الغافل، وأن يرجع الساهي، وأن يتوب العاصي، وأن يحدث بين يدي الله عز وجل رجوعا وندما عن ذنوبهم ومعاصيهم. إذ لو كانت النعمة مستمرة لما تذكرت القلوب ولما انتبهت النفوس، لكن تلك المصائب التي يجريها الله عز وجل على العباد سواء بتأخر الأمطار أو الزلازل أو غيرها إنما هي موقظات توقظ القلب من رقدته والروح من غفلتها. فإذا عطاؤهم عطاء ربوبية، لكن لو أننا خرجنا لمسجد الاستسقاء ثم سقينا هذا عطاء أليس كذلك؟ لكنه عطاء ألوهية. ومن الفروق بين العطاءين أيضا أن عطاء الربوبية لا يستلزم الرضا ولا الرحمة ولا المغفرة. عطاء الربوبية لا يستلزم لا الرحمة ولا الرضا ولا المغفرة، وأما عطاء الألوهية فهو يقتضي الرضا ويقتضي المغفرة ويقتضي الرحمة. وأنتم تعرفون أن عطاء الربوبية إذا أوجب للإنسان توبة وندما فإنه يكون عطاء ربوبية وعطاء ألوهية لأنه صار نافعا للعبد. فكل عطاء من الله، انتبهوا، كل عطاء من الله عز وجل إذا انتفع العبد به فيما يقربه إلى الله فإنه يكون عطاء ألوهية. فإذا لا تغرنكم أحوالهم ولا تغرنكم أمورهم، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا بأن الجنة بأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، وأن الجنة وأن الدار الآخرة جنة المؤمن وسجن الكافر. ومن المسائل أيضا لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى جملا من أنواع الاستسقاء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدخل تحت الاستسقاء، ولكن أغلب الفقهاء يبحثون ماذا؟ نوعا واحدا وهو الاستسقاء بالصلاة. فمن هذه الأنواع الاستسقاء بالصلاة، وهو أعظم الأنواع وأفخمها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث وعليه قول عامة أهل العلم إلا الأئمة الحنفية، وسيأتي الكلام عليه على المسائل بعد عليها بعد قليل إن شاء الله. ومن الأنواع الثابتة الاستسقاء على المنبر يوم الجمعة في الخطبة، الاستسقاء على المنبر في يوم الجمعة كما في الصحيحين من حديث أنس، وهو الحديث الذي سيأتينا إن شاء الله. ومنها كذلك الدعاء في جماعة أو منفردا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا عند أحجار الزيت بنفسه منفردا عليه الصلاة والسلام، رفع يديه يدعو. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه أنه دعا على المنبر يوما وأمن الناس في غير صلاة ولا جمعة، صعد على المنبر ثم دعا بالاستسقاء وأمن من في المسجد من غير صلاة ولا خطبة. فكل هذه الأنواع ثابتة، وإن الإنسان لا ينبغي له أن ينتظر إذن ولي الأمر بالاستسقاء، بل عليه أن ينفع أن يكون نافعا في مجتمعه بدعائه في خلواته فيما بينه وبين نفسه. فلربما يغاث المجتمع وتعود الآبار مياه الآبار إلى ذروتها، وتسيل وترتوي النخل وتشرب البهائم بدعائك أنت، فيكون لك الأجر. في كل ذات كبد رطبة أجر، فإذا شربت الطيور من هذه المستنقعات، وإذا شربت البهائم من هذه الأودية، وأنت كنت السبب في دعائك الذي استجابه الله عز وجل، فكم لك من الأجور. فلننفع مجتمعنا ولننفع أنفسنا ولنحسن النية في دعاء الله عز وجل بالاستسقاء،
ربما تشرب منه دابة أو بهيمة فترتوي كبدها فتكون سببا لدخولك الجنة، ما تدري. فإن بغيا من بني إسرائيل دخلت الجنة بسبب سقيا كلب، فإذا دعوت الله عز وجل بالسقيا وأنزل الله الغيث استجابة لدعائك وشربت منه البهائم والطيور والحشرات والناس والنخيل وأحيا الله المجتمع بسببك، هذا خير عظيم. فالله الله في سجودكم يا إخوان، اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام، وهكذا. ومن المسائل أيضا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم دليل على مشروعية الاستسقاء بالصلاة، يعني مشروعية صلاة الاستسقاء. وقد أجمع عامة العلماء على مشروعية صلاتها إلا بعض الحنفية، قالوا بأن الاستسقاء لا صلاة له، وإنما الاستسقاء أن يدعو الإنسان على المنبر أو يدعو فيما بينه وبين نفسه، لكن ليس ثمة صلاة في الاستسقاء. وهذا مذهب عجيب رحم الله من قاله، فهو قول باطل، لأن الأدلة الكثيرة دلت على مشروعية صلاة الاستسقاء، كما في حديث عبد الله بن زيد هذا وحديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء، وفي غيرها من الأحاديث. فإذا ما ذهب إليه الأئمة الحنفية رحمهم الله من عدم مشروعية الصلاة للاستسقاء قول باطل، قول باطل لا يعول عليه. ومن المسائل أن في هذا الحديث دليلاً على استحباب الخروج لصلاة الاستسقاء، فيستحب أن تكون صلاة الاستسقاء في مكان خارج البلد، وذلك للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري فقول عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله خرج يعني من بنيان المدينة، من بنيان المدينة. وأما الدليل النظري فلأن الخروج والبروز من البنيان إلى الصحراء هذا أدعى للتواضع وأعظم للطلب وأشد إلحاحاً على الله عز وجل وأظهر للافتقار بين يديه. كون الناس يتركون بيوتهم ويتركون مساجدهم ويخرجون يجأرون إلى الله عز وجل في البرية، ها؟ لا جرم أن هذا أظهر في الافتقار وأعظم في صدق الطلب، وأظهر في صدق الطلب وأعظم في اللجأ، وأدعى للاستجابة بإذن الله عز وجل. قالوا ولأن صلاة الاستسقاء صلاة عامة، فربما مسجد الحي لا يسعهم، فصار الخروج لها من باب التوسع على الناس أيضا، التوسع على الناس حتى يجد كل واحد منهم مكانا له. وذكر جمع من أهل العلم بأن موضع صلاة الاستسقاء موضع العيد، موضع صلاة العيد. ولذلك عندنا قاعدة ستأتينا أن صلاة الاستسقاء كالعيد زمانا ومكانا وصفة، أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد زمانا ومكانا وصفة، يعني وأداء، إلا في بعض الفروق التي ستأتينا إن شاء الله. ومن المسائل أيضا أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن صلاة الاستسقاء سنة، أجمع من قال بمشروعية صلاة الاستسقاء، أجمع من قال بمشروعية صلاة الاستسقاء بأنها سنة وليست بواجب حتى وإن تحقق سببها. قالوا لماذا قلت بأنها سنة فقط؟ نقول لأنها مجرد فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، والمتقرر عند العلماء أن حكاية الأفعال إنما تفيد الاستحباب ولا ترتقي إلى رتبة الوجوب. فصلاة الاستسقاء سنة في قول عامة أهل العلم. ومن المسائل أيضا ذكر أهل العلم للخروج لصلاة الاستسقاء آدابا قبلية وأثنائية. فمن الآداب القبلية
أنه يستحب أن يعظهم الإمام قبل الخروج إليها، وأن يأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التشاحن وقطيعة الأرحام، لأن هذه أسباب تؤخر الأمطار، فكيف نطلب من الله عز وجل شيئا ونحن لم نترك سببه. ومما يستحب كذلك أن يقدموا بين يدي خروجهم توبة، وقد كان كثير من السلف يستحبون الصدقة قبل الخروج لها، لأن الجزاء من جنس العمل، فإذا رحمت الفقراء وتصدقت عليهم رحمك الله عز وجل وأعطاك. واستحب جمع من أهل العلم رحمهم الله الخروج في يومها صياما. لماذا؟ لأن للصائم دعوة لا ترد، سواء عند فطره أو في سائر يومه. وأنتم تعرفون أننا لا نجد أدلة تدل على استحباب هذه الأمور، ولكنه من باب ماذا؟ من باب النظر إلى السبب العام ودوافعه. فالسبب العام في القحط هو الذنوب، ودوافعه فعل الطاعات. فهم نظروا إلى السبب العام واستحبوا جميع دوافعه، فمن دوافعه التوبة، فقالوا يستحب تقديم التوبة بين يدي الاستسقاء، ومن دوافعه كثرة الطاعة، وأعظم الطاعات الصيام والصدقة. طيب والصلاة؟ الصلاة سيصلونها، هم ذهبوا ليصلوا أصلا، لكن بقي عندنا الصدقة والصوم وهكذا. فإذن هم لا يثبتون هذه الأمور والاستحباب بمجرد النظر إلى الدليل الخاص، وإنما نظروا إلى الدليل العام ودوافعه، السبب العام ودوافعه، ولهذا وجه. وعلى ذلك أكثر العلماء. فإن قلت وكيف يخرج لصلاة الاستسقاء، فأقول يستحب أن يخرج لها بغاية التواضع والذل والتخشع، بعيدا عن الكبر، وبعيدا عن الرياء، وبعيدا عن إظهار مظاهر الفخر، لأنها صلاة تضرع وتخضع واستكانة، فأظهر لله عز وجل كل مظهر الافتقار، ابتعد عن مظاهر الفخر، وابتعد عن مظاهر التعالي والكبر والغطرسة. ولذلك استحب فقهاء الحنابلة أن لا يلبس أجمل ثيابه لها، بل واستحب بعضهم أن لا يركب خيلا ولا مراكب فارهة. لماذا؟ لأن تلك المراكب توجب ماذا؟ توجب ارتفاع النفوس، وهذا موضع استكانة وذل، أرأيتم؟ فهم لم ينظروا إلى أدلة خاصة، وإنما نظروا إلى السبب العام ودوافعه، وما يستجلب الخير به من الله عز وجل. وروى الخمسة بسند صححه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعاً، متخشعاً، متبذلاً، متضرعاً، مترسلاً، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. فإذن كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت وهل يشرع لها الاغتسال في يومها؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم، لأن القاعدة المتقررة عندنا أن كل اجتماع مشروع فيشرع الاغتسال له، كالجمعة والعيدين وغيرها. ولأن الاغتسال لا ينافي، لأن الاغتسال وإزالة الروائح لا ينافي التخضع والخشوع، بل هذا من تعظيم شعائر الله عز وجل للوقوف بين يدي الله على أكمل الأحوال في الطهارة. فإن قلت وهل من السنة والمشروع إخراج البهائم معنا؟ الجواب: لا نعلم سنة في عين هذا الموضوع، ولكن الفقهاء أجازوا أن يخرج الناس بهائمهم، يخرجون
بهائمهم من الإبل والغنم والبقر والدجاج والبط. لماذا؟ لأن لها أنفسا تطلب الله عز وجل وتسأله، فهي تحتاج إلى الغيث والقطر. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا البهائم لم يمطروا. فلعل الله عز وجل إذا نظر إلى موضعنا ولم يجد فينا ما يقتضي أن يرحمنا، فلعل وجود البهائم بيننا يوجب رحمته. فإذا لم يمطر الناس بسبب استجابة دعائهم فليمطروا بسبب وجود البهائم بينهم. ويروى عند الحاكم بسند صححه هو وفي الحديث ضعف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام يستسقي، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. ولكن الحديث فيه ضعف، لكن ابن القيم ذكره مجودا له في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية في إثبات علو الله عز وجل، فالرد على المعطل. كل هالكتاب يتكلم عن إثبات علو. ايش معنى الجيوش الإسلامية؟ جيوش الكتاب وجيوش السنة وجيوش كلام العلماء، يقصد أدلة القرآن والسنة في الرد على المعطل. فذكر هذا الحديث وكأنه جود إسناده. فالشاهد أن هذه لها أنفس تحتاج إلى أن تشرب، تحتاج إلى أن تتروى، وفي كل ذات كبد رطبة أجر. ولذلك إذا تأخر القطر من السماء وانعدمت المياه ماتت إيش؟ البهائم، تموت البهائم، تموت البهائم. بل إنني أرى والله أعلم أن البهائم أحوج من ابن آدم إلى قطر السماء، لأن قطر السماء إذا تأخر فلابن آدم مصادر أخرى من حفر آبار أو غيره قد يستخرج الماء، ولا لا يجمع. لكن البهيمة ليس أمامها شيء من تلك الوسائل، وليست عندها الخبرة في إيجاد مصادر بديلة أخرى، فمتى من عدم هذا المصدر ماتت. فهي أحوج منا إلى القطر، فهي أحوج منا إلى القطر. ولذلك قدمهم الله عز وجل في قوله: تشربوا تأكلوا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. شيخ أحمد لعلي إذا أخطأت صححني، إيش؟ تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، فقدم أكل الأنعام من ذلك النبات الذي أخرجه المطر. فإذن هي أحوج، هي أحوج. فإذن إذا أخرجوا معهم بهائمهم فلا حرج، لكن لا نقول بأنها سنة ثابتة، وإنما داخلة تحت دائرة الجواز. فإن قلت: وهل يجوز تمكين أهل الكتاب من أهل الذمة في ديار المسلمين أن يخرجوا معنا أيضا؟ أن يخرجوا معنا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وأقرب الأقوال هو الجمع بين المصالح ودفع المفاسد. طيب، فإذن يكون أقرب الأقوال هو القول الذي يجمع المصالح ويدفع المفاسد، وهو القول الذي يقضي بجواز خروجهم في موضع آخر في نفس اليوم. طيب، لماذا قالوا في يوم آخر؟ أول شيء، لماذا قالوا بجواز خروجهم؟ قالوا لأن لهم أنفسا تحتاج إلى المطر، ولأن دعاء الاستسقاء دعاء اضطرار، ودعاء المضطر يستجيب الله عز وجل لصاحبه ولو كان كافرا. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أولم يدعو عبد المطلب وهو كافر الله عز وجل في القصة المشهورة لما جاء أبرهة ليهدم البيت؟ استجاب الله عز وجل وحمى البيت بالطير الأبابيل. فالكافر قد تكون له دعوة مستجابة بسبب ضرورته. دعاء الاضطرار يقال فيه ما لا يقال في دعاء الاختيار. ولذلك لو أنك ظلمت كافرا فاضطر وانقطعت الأسباب ورفع يديه لله وقال: اللهم انصرني من هذا المسلم، لانتصر الله له، أنه دعاء اضطرار الآن. فإذا هم لهم أنفس تحتاج إلى القطر، ودعاؤهم دعاء اضطرار كدعاء المسلمين. طيب، لكن لماذا نقول في مكان آخر؟ نقول لأنهم أهل عذاب،
يعني هم مستحقون للعذاب بسبب كفرهم بالله عز وجل، فيخشى أن ينزل عليهم العذاب وهم فيما إيش وهم بين ظهرانينا، فإذا يبعدون عنا في مكان آخر. أنتم معي ولا لا؟ ولذلك نهانا الشارع عن الدخول على ديار المعذبين حتى لا يصيبنا ما أصابه، فمخالطة أهل العذاب لا تنبغي حتى لا يصيبهم العذاب وأنت فيما بينهم. وحرم علينا الشارع أن نسكن أو المقام بين ظهراني الكفار. طيب لماذا قالوا في نفس اليوم؟ قالوا خوفا من افتتان الناس فيما لو دعا المسلمون في يومهم فلم يستجب لهم، ودعا هؤلاء في يوم آخر فاستجيب لهم، فسدا لذريعة افتتان ضعفاء الدين بهذا الأمر قالوا يخرجون معنا في نفس اليوم. فانظر إلى هذا القول المحكم الذي جمع المصالح ودفع المفاسد. فإذا قيل لك هل يمكن أهل الذمة في يوم الاستسقاء من الخروج؟ فنقول نعم يمكنون، ولكن يوضع لهم مكان مستقل في نفس اليوم، لا ينفردون بالخروج في يوم غير يوم المسلمين. فإن قلت وهل يخرجون بصبيانهم معهم؟ الجواب نعم، لا سيما وأن الصبيان مرفوع عنهم قلم التكليف، فلا ذنب عليهم، فلعل الله عز وجل أن يرحمنا بهم. ولذلك يقول يروى في الحديث قال ولولا أطفال رضع وبهائم رتع وأشياخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. فإن قلت ولا لعل هذا يكفينا في قوله خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، هذا ما يتعلق بالخروج. ومن فوائد هذا الحديث أيضا اعلم رحمك الله تعالى أن العلماء مختلفون في خطبة صلاة الاستسقاء، هل تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا بأن المشروع تقديم الصلاة على الخطبة، ولهم في ذلك أدلة، وهي أدلة وإن كان في بعضها ضعف لكنها مع الاجتماع ترتقي إلى مرتبة الحسن، كحديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد وغيرها، يثبتون أن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قدم الصلاة على الخطبة، وهو الذي يفعله الحنابلة في ديارنا. وثمة قول آخر وأدلته أصح وأكثر، وهي أن المشروع تقديم الخطبة على الصلاة، ولذلك قال ابن عباس فصلى ركعتين كما يصنع في العيد. عفوا لا، ولذلك قال عبد الله بن زيد قال فتوجه إلى القبلة يدعو ثم نزل فصلى ركعتين، فجعل الخطبة والدعاء قبل الصلاة. وكذلك في سنن أبي داود من حديث عائشة قالت ثم توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فجعلت الصلاة بعد الخطبة. فإذن هما قولان، والقول الصحيح عندي والله تعالى أعلى وأعلم هو جواز الأمرين لصحة الأدلة فيهما، هو جواز الأمر، فيكون هذا الفرع داخلا تحت قاعدة العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فتارة في بعض صلوات الاستسقاء نجعل الخطبة قبل الصلاة للعمل بالأحاديث الناصة على ذلك، وفي بعض صلوات الاستسقاء نؤخر الخطبة بعد الصلاة للعمل بالأدلة الدالة على ذلك، وليكن هذا قولا ثالثا في المسألة.
ويجوز إحداث قول ثالث في المسألة إذا لم ينقض القولين السابقين، فهو من باب الجمع بين الأقوال السابقة. واختار هذا القول سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد، فقد أفتوا بجواز الأمرين جميعا. فإن قلت أوليست أدلة من قال بتقديم الخطبة أصح وأكثر، الجواب نعم، نعم لا شك في ذلك، ولكن أدلة القول الثاني أيضا أدلة جيدة، فحيث وصلت إلى رتبة الاحتجاج فإننا لابد أن نعمل بها إحياء للسنة. وكون أدلة الطرف الثاني أصح وأثبت وأكثر رواة لا يسوغ لنا ذلك أن نهمل الصفة الثانية التي بلغت أدلتها إلى رتبة الاحتجاج وإن كانت أضعف من أدلة القول الثاني أو الطرف الآخر. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله. ومن مسائل هذا الحديث، اعلم رحمك الله أنه يستحب في الخروج لصلاة الاستسقاء الحرص على أهل الدين والصلاح من العلماء والمشائخ وأهل العبادة لقربهم من الله عز وجل، لأنهم أولياؤه، وإذا دعاه أولياؤه من أهل العلم والدين والصلاح وأهل العبادة فإنه لا يرد دعاءهم ولا يخيب مطلوبهم، فينبغي الحرص على أهل الدين والصلاح، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل الصحابة، فإنهم كانوا يستسقون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيقدمون في الدعاء أهل الدين والصلاح، وكذلك عمر رضي الله عنه. ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال كان إذا قحطوا في المدينة استسقى عمر بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. واستسقى معاوية رضي الله تعالى عنه بيزيد بن الأسود. فإذن أهل الدين والصلاح وأهل الخير لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن صلاة الاستسقاء رحمة بالمجتمع ورحمة بأنفسهم أيضا. ومن المسائل أيضا، هل تصلى صلاة الاستسقاء في وقت النهي؟ الجواب بما أنها نافلة فلا يجوز فعلها في وقت النهي لإمكانية تأخرها عنه، فهي وإن كان لها سبب إلا أن السبب لا يتعلق بوقت النهي، فالسبب قحوط السماء لا شأن له بأوقات النهي، فحينئذ لا يجوز أن نصلي صلاة الاستسقاء في أوقات النهي، لا بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، ولا حين اشتداد الظهيرة حتى تزول الشمس، ولا فيما بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس وتتم غروبها. كل هذه أوقات لا يجوز فعل النافلة فيها لعموم قول لا يجوز فعل صلاة الاستسقاء فيها لأنها نافلة. فإن قلت أولم تقل سابقا بأن النوافل ذوات الأسباب يجوز فعلها في أوقات النهي والاستسقاء نافلة لها سبب، فلماذا لا يجوز فعلها في وقت النهي؟ سؤال مشكلة. الجواب لا إشكال ولا إلحاد، وذلك لأن الأسباب تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى أسباب عامة وإلى أسباب خاصة. فكونك تدخل المسجد في وقت النهي، متى وجد سبب النهي؟ متى وجد السبب؟ أجيبوا يا أخوان، الآن في وقت النهي وجد السبب. طيب وهل هو سبب عام ولا سبب خاص؟ خاص بهذا الوقت، دخلت في هذا الوقت، خاص بهذا الوقت، فحينئذ هذا هو السبب الذي يجيز لك أن تتنفل في وقت النهي. لكن قحوط السماء سبب عام وهو حاصل قبل وجود وقت النهي أصلا، فهو سبب عام لا تعلق له بوقت النهي ولا عدم وقت النهي. فقول الفقهاء لا تطوع في وقت نهي إلا ما له سبب، يقصدون السبب الخاص الذي وجد الآن في وقت النهي، الذي وجد الآن في وقت النهي، لا يقصدون به السبب
العام الذي وجد قبل وقت النهي وسيستمر إلى ما بعد وقت النهي، لأن السبب هو قحوط السماء وتأخر الأمطار عن إبان نزولها، وهذا سبب عام. فرقتم بين السببين؟ فإذا الأسباب العامة لا تمنع النافلة، والأسباب الخاصة هي التي الأسباب العامة لا تجيز النافلة في وقت النهي، وأما السبب الخاص فهو الذي يجيز النافلة في وقت النهي، فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. مسألة قوله فصلى ركعتين لم يذكر أنه أذن وأقام، فهل لصلاة الاستسقاء أذان أو إقامة؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، وقول عامة أهل العلم، وإذا قلت عامة يعني أغلب وأكثر، يرون أن لا أذان ولا صلاة، لا أذان ولا إقامة فيها، وهو القول الحق في هذه المسألة والذي لا يجوز القول بغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عدة مرات بلا أذان ولا إقامة، فلو كان الأذان والإقامة مشروعين في حقها في صلاتها لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولأن الأذان والإقامة قبل صلاة الاستسقاء فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، والمتقرر عند العلماء أن كل سبب توفر أن كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإن المشروع تركه. فإن قلت أولا يقاس صلاة الاستسقاء على بقية الصلوات المفروضة، نقول هذا قياس في عبادة، والمتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات باطل، أن القياس في العبادات باطل ولا يجوز. فإذا القول الحق هو أنها تصلى بلا أذان ولا إقامة. مسألة اختلف العلماء في عدد الخطب في صلاة الاستسقاء، هل المشروع خطبة واحدة أم المشروع خطبتان؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح الاقتصار على خطبة واحدة، لأنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين في صلاة الاستسقاء، وإنما الثابت عنه خطبة واحدة فقط. فإن قلت أولم تقل إن صلاة الاستسقاء يسن بها سنة صلاة العيد، وصلاة العيد كم خطبة لها؟ قالوا خطبتان. الجواب من وجهين، بالمنع والتسليم. أما بالمنع فإننا نمنع أن تكون السنة في خطبة صلاة العيد أيضا متكررة، فإنه ليس هناك دليل يدل على تكرار الخطبة في صلاة العيد، وإنما المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم خطبة واحدة. ولكن إن سلمنا بالخطبتين فإنه يجاب عنها بوجود الدليل الفاصل بين الاستسقاء والعيد في هذه الجزئية. وبالمناسبة فإن هناك فروقا بين صلاة الاستسقاء وبين صلاة العيد، منها هذا، هو أن المشروع في صلاة الاستسقاء الاقتصار على خطبة واحدة، وأما في صلاة العيد فهي خطبتان، هذا أول فروق. ومن جملة الفروق كذلك أن صلاة العيد لا يجوز فعلها بعد خطبتها، لا يجوز تأخير صلاة العيد عن الخطبة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، وهكذا الخلفاء الراشدون، ولم يغير الأمر إلا في بعض خلفاء وأمراء بني أمية، لأنهم رأوا أن الناس يخرجون ولا يستمعون للخطبة، فقالوا لنؤخر صلاة العيد بعد الخطبة حتى نلزمهم بالبقاء للصلاة، وهذا اجتهاد في مورد النص، وكل اجتهاد في مورد النص فإنه باطل، واضح؟ وأما صلاة الاستسقاء فقد قلنا إنه يجوز تقديم الصلاة على الخطبة، ويجوز تأخير الصلاة
عن الخطبة، وجهان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومنها كذلك من الفروق أن خطبة صلاة العيد يذكر فيها أحكام العيد، وأما خطبة صلاة الاستسقاء فالمشروع فيها الأمر بالتوبة وكثرة الاستغفار لمناسبة الحال. ومن فوائد هذا الحديث أيضا هل يشرع في صلاة الاستسقاء التكبيرات الزوائد التي نفعلها في صلاة العيدين؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، وأنا لا أعلم دليلاً صريحاً مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم يثبت أنه في صلاة الاستسقاء كان يكبر 7 في الأولى و5 في الأخرى. هذا غير موجود في صلاة الاستسقاء، ولكن عندنا دليل عام يستفاد منه هذا التكبير، وهو قول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء يعني متخشعاً متضرعاً متبذلاً مترسلاً، قال: فصلى ركعتين كما يصنع في العيد. قال: فصلى ركعتين كما يصنع في العيد. ووجه الشاهد من هذا أنه يثبت أن الصلاة التي أوقعها هي كصلاة العيد في صفتها، ومن صفة صلاة العيد التكبير في الأولى 7 وفي الثانية 5. أنتم معي إخوان ولا لا؟ واضح؟ فإذا لا نحتاج إلى دليل خاص ما دام الدليل العام قد أثبت ذلك. وهناك أدلة ولكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر في صلاة الاستسقاء 7 في الأولى و5 في الأخرى، ولكنها لا تصح، فنقتصر على هذا الدليل العام. آخر مسألة عندنا في هذا الدرس ولعلنا نكمل مسائل الدرس القادم: ما السنة في قراءة صلاة الاستسقاء؟ ما السنة في قراءة صلاة الاستسقاء؟ الجواب: لا نحفظ دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأ في صلاة الاستسقاء بخصوصها، ولكن عندنا دليل عام وهو قول ابن عباس: فصلى ركعتين كما يصنع في العيد. ومن جملة ما يصنع في العيد أن السنة أن يقرأ فيها ماذا؟ إما سبح والغاشية أو قاف واقتربت. فإذن بما أن هذه هي سنة صلاة العيد فكذلك نقولها في صلاة الاستسقاء. فالسنة في قراءة صلاة الاستسقاء أن يقرأ الإمام سبح والغاشية أو قاف واقتربت. ولذلك عندنا قاعدة خذوها: صلاة الاستسقاء يسن بها سنة صلاة العيد في زمانها ومكانها وهيئتها، في زمانها ومكانها وهيئتها، ولا نفصل بينهما إلا بوجود دليل فاصل. ولعلنا نكتفي بهذه الفوائد ونكمل إن شاء الله بقية الفوائد الدرس القادم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.